مر علي انا سوات لحظات صعبه بسال حالي ليه بوصل نتيجه ان مريض نفسي بواسي حاله ما عليه لا طبيب ولا ثيرابي فادوا على الان بجسم سايكو لازم استخدم يوز افكت ترجع طبيعي اللايف سايكو بتعلق لك وين هربان لسه الفيلم اطولوا عيش كتير بتشوف كتير لك صاروا رجال يحبلوا رأيي بحط بالسجن الفيجن بالصور ما يتقبلوا الوان زاهي بس فعلا داهي لما بالفكرة تأملوا اذا انت تابع انا ليدا كلمتك كلمة ما اضطر عيدا بريدة ما بريدة مزاج متقلب وقت الجد الفرصة بصيدة بعملك رفيقي بتضحك عليك بس مستحيل فيدا ووقت المبدأ ما بتشردق نقطة طبيع بمشي سيدا صابك سيدا وقت سمعتني اللعبة انا سيدا ما بتقدر تمنعني انا محيط انت تايتانك بتغطر ترى اوعى تدفعني بتحول من اسلوب ملائك الى الساتنك بخليك تتبعني جيت متحكم انا متحكم حسوب حسابي انا هون معني خير ما عملت منيح انتقلت هون نظرك ينفر هنيك جفاف بتشوف حمد بدل عفاف عينك تحمر هون ترساع عبر ترجع شباب نفسك تخضر عن تجربة لك اسكن بالبر تشوف جانب الحر خير الامور اوسطها ففضل امشي مع الربيع تخوين على اب موزي للغلطان انا لا ابيع تقلي لا بقلك هي ستيك وناخد نعطي يمكن بعيد جوزي فجأة دوري على بعضي لا 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 ترى ما خلص مخزن ملقاك تبص نازل البوس ماكينة شغل حمص هيك البينا ما بنطلع برا النص يا زلمة رأيك حط بطيزك ولا الشي بيوقف ألمي على اللي راح بس كان جاي أعظم أنا ملك زمني ما هيك بقلك لا تاخد عكلامي اليوم هاد أنا بكرة في واحد تاني اوعى تصطاد بالمي العكرة المعنى بقلب الشاعر بالفكرة هو أدرى ما هيك بقلك لا تاخد عكلامي اليوم هاد أنا بكرة في واحد تاني اوعى تصطاد بالمي العكرة المعنى بقلب الشاعر بالفكرة هو أدرى ما هيك بقلك لا تاخد الشعر بالفكرة هو أدرى.